إنه أحد أكثر الأماكن المثيرة للاهتمام في العالم، يتميز ببيئة قاسية ملتحفة بالظلام على عمق كيلومترات تحت المياه، وهو موطن لعدد من المخلوقات والظواهر الطبيعية غير المألوفة. اسمه خندق ماريانا، وهو أعمق خندق بحري على كوكب الأرض. لا عجب أنه صعب الاستكشاف، وبسبب خطورة المكان لا يمكن لمن هب ودب استكشاف هذا الموقع دون توفر معدات مناسبة. لكن ماذا سيحدث لو ألقينا كرة فولاذية فيه؟ لنبدأ ببعض الأساسيات. كيف اكتشفوا هذا الخندق العميق جدا في قلب المحيط؟ يرجع الفضل في ذلك للسفينة HMS Challenger عام 1875. كانت السفينة مجهزة ببعض معدات الترددات الصوتية المتطورة والفريدة من نوعها في ذلك الوقت، لكنها لم تكن جيدة بما يكفي لاستكشاف عمق الخندق بالكامل. لذا بعد عقود، وتحديدا في عام 1951، عادت سفينة أخرى HMS Challenger 2 إلى الموقع نفسه بمعدات أفضل. حملت هذه السفينة جهاز ترددات صوتية تمكن من قياس ما بدا أعمق نقطة عن سطح الكوكب بشكل دقيق. لو سنحت لك الفرصة للنظر إليه بمنظور ثنائي الأبعاد لعلمت أن طول الخندق 2400 كيلومتر وعرضه 69 كيلومترا في المتوسط، ويبدو نوعا ما مثل ندوة هلالية الشكل عند النظر إليه من أعلى. لا شيء غريب أو غير مألوف فيما سبق حتى الآن، أليس كذلك؟ حسنا، إذا مددت سلكا من سطح المحيط إلى أعمق نقطة في الخندق فسيمتد لمسافة 11 كيلومترا. إذا تمكنا نظريا من نقل جبل إيفرست، أطول جبال الأرض، لتغطية خندق ماريانا، لا غرق كليا، إذ ينقصه حوالي كيلومتر ونصف للوصول إلى القاع. ولأن خندق ماريانا عميق جدا فهو شبه مغطى تماما بالظلام الدامس، إذ يصعب على الضوء الوصول إلى مثل تلك الأعماق تحت المياه، كما أن درجة الحرارة غير مواتية أيضا، إذ تفوق بقليل درجة التجمد. لكن أخطر سمات هذه المنطقة على الإطلاق هي ضغط المياه. عند أعمق نقطة في الخندق يعادل ضغط 1000 مرة الضغط الجوي القياسي. لم يحاول الكثيرون النزول إلى خندق ماريانا. في الواقع حدثت أول محاولة منظمة في هذا الإطار منذ أكثر من 60 عاما من قبل جاك بيكار ودون والش، مستعينين في مهمتهما بمركبة غاطسة. قضى الاثنان حوالي 5 ساعات في رحلة النزول لوحدها، وحوالي 20 دقيقة فقط في القاع، ولم يتمكنا من التقاط أي صور، علما أنه إلى حدود تحقق النجاح في الوصول إلى قعر الخندق كان العلماء والمتخصصون يجزمون بأن احتمال وجود الحياة فيه منعدم أو تكاد، بالنظر لصعوبة الظروف البيئية السائدة لا سيما ضغط المياه الهائل. لكن أثناء وجود جاك ودون في القاع أكدا أنهما تمكنا من لمح حركة لمخلوق غريب تحت ضوء كشاف مركبتهما الغاطسة، وكما كان متوقعا فقد كان شكله مسطحا جدا. وكما قد يخطر على بالك فالموارد هنا شديدة الندرة. ما نوع المخلوقات التي تعيش في هذه الأعماق؟ وكيف تتمكن من الحياة أصلا بالنظر لصعوبة الظروف البيئية؟ من المثير للدهشة وجود بعض أشكال الحياة البرية في خندق ماريانا. تتغذى بعض تلك الكائنات على المواد الكيميائية لتظل على قيد الحياة، مثل الميثان أو الكبريت، بينما تتغذى أنواع أخرى من الأسماك على الحياة البحرية الأضعف منها في السلسلة الغذائية. وأكثر الكائنات الموجودة هناك هي المنخربات ومزدوجات الأرجل وخيار البحر الصغير. بعضها تكيف بتشكيل صدفة صلبة من حوله بالاستفادة من الألمنيوم المتوفر في مياه المحيط، بينما تكيفت الكائنات الأصغر مثل الميكروبات عبر التغذية على المواد الكيميائية التي تنبعث من اصطدام مياه البحر بالصخور الموجودة تحت سطح المياه. وتعتبر أسماك قواقع ماريانا نجم المنطقة الأول فيما يتعلق بالحياة البرية.
وهي كائنات شفافة صغيرة يتراوح طولها ما بين 8 إلى 23 سنتيمتراً، ولا يوجد عليها أي قشور تحميها، ومع ذلك فهي أقوى وحش مفترس في المنطقة. وليس من الغريب أن يعتقد البعض بأن الميغالودون القديم ما زال يعيش هنا. قد تتساءل، وما هو الميغالودون؟ إنه أكبر كائن بحري مفترس عرفه كوكبنا منذ فجر التاريخ، وبشكل أدق أكبر وأشرس قرش عاش على كوكبنا. يعتقد العلماء أنه انقرض منذ وقت طويل، ولا تتوفر الكثير من المعلومات التي تدعم فكرة اختبائه في خندق ماريانا حتى اليوم. سيحتاج الميغالودون إلى تعلم كيفية التنقل في الظلام الدامس، أي إن جسمه سيحتاج إما إلى تطوير ضيائية حيوية أو امتلاك عينين عملاقتين. وعلاوة على ذلك، لأنه بحجم حافلة مدرسية تقريباً، سيحتاج الميغالودون إلى الكثير من الطعام، وبالتأكيد لن تكون العوالق وأسماك القواقع الصغيرة كافية له. إذا أسقطنا كرة فولاذية في الخندق، فماذا سيحدث لها؟ هل ستكون الكرة قوية بما يكفي لتحمل ضغط ماريانا الهائل؟ لنرى ماذا يقول العلم حول هذه الفرضية. إذا افترضنا أنها كرة فولاذية صلبة، لن يكون الضغط الموجود في قاع الخندق كافياً للتأثير عليها والتسبب في تلفها بشكل دائم، وستستغرق الكرة 12 دقيقة للوصول إلى قاع المحيط. وماذا عن درجة الحرارة؟ حسناً، تبين أن الفارق بين درجة الحرارة عند السطح والقاع كبير جداً، يصل إلى حوالي 30 درجة مئوية. لذا ستنكمش الكرة قليلاً، لكن بمجرد عودة الكرة إلى السطح ستستعيد شكلها الطبيعي من جديد. أما إذا علقت الكرة في الأسفل، فهناك سؤال آخر مثير للاهتمام سيطرح نفسه بإلحاح: هل ستتعرض للصدى؟ يعتمد صدى الفولاذ بشكل كبير على كمية الأكسجين الموجودة في المياه، وتظل كمية الأكسجين المتحلل في المياه ثابتة على الأعماق التي تفوق 5 كيلومترات. سأوفر عليكم عناء الحساب، سيستغرق الأمر 10,000 عام حتى تسطأ الكرة الفولاذية بشكل كامل على هذا العمق البحري. ولا يسعنا أيضاً إلا التساؤل، ماذا يتطلب الأمر منا نحن البشر لنتمكن من الحياة على هذه الأعماق السحيقة؟ لنلقي نظرة على ما استخدمناه في الماضي لاستكشاف هذا الموقع الغامض. شيء صغير اسمه الرغوة التركيبية. لماذا؟ لأنها المادة الوحيدة التي يمكنها الطفو ومقاومة مقدار الضغط الموجود هناك في الوقت نفسه، وبدون هذا النوع من الحماية سوف تنفجر رئتانا بسرعة، كما أن ضغط المياه المرتفع سيدفع المياه إلى داخل أفواهنا لتحل محل الأكسجين الذي تتوقف عليه حياتنا. وسنحتاج أيضا إلى توافر إمكانية العودة إلى السطح بسرعة عند حدوث أي طارئ. إحدى المركبات التي غاصت إلى هذا العمق كانت مزودة بأوزان من الفولاذ بلغت 450 كيلوغراماً لضمان غوصها. كانت تلك الأوزان متصلة بالمركبة بنوع خاص معالج من الأسلاك تزيد مدة تعرضها للصدأ بحوالي 11 إلى 13 ساعة في مياه البحر عن الأسلاك العادية. وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ في الأعماق، فستتمكن المركبة من الارتداد سريعاً إلى السطح. وبالنظر إلى صعوبة ظروف الحياة هناك، تظل مشكلة إمدادات الأكسجين بالغة الأهمية أيضاً. أي مركبة تسعى إلى النزول في خندق ماريانا ينبغي عليها التفكير في استخدام جهاز يعيد تدوير الهواء من أجل إنتاج كميات الأكسجين المطلوبة للتنقل في الأعماق. وأخيراً وليس آخراً، بكل تأكيد فيما يتعلق بمشكلات ذلك المكان، لا بد من ذكر الكهرباء. لا توجد قوابس كهربائية هناك كي تشحن هاتفك، لذا ستحتاج إلى بطارية طويلة الأمد بما يكفي لتوفير الدعم اللازم لكل المعدات الضرورية من أجهزة اتصالات وإمدادات الأكسجين وأجهزة الإضاءة وما إلى ذلك. لكن يبدو أن تلك المشكلات لم تعد تمثل تحدياً يذكر، إذ أصبح بإمكانك مؤخراً الذهاب في جولة سياحية داخل خندق ماريانا. شارك 3 أفراد محظوظون في هذا المشروع عام 2020. لقد غاصوا داخل كرة تيتانيوم سمكها 9 سنتيمترات،
وضمن ذلك عدم شعورهم بأي تغير في الضغط أو أي مشكلات وضغوط فسيولوجية على الإطلاق. شارك كل شخص في رحلة فردية مدتها حوالي 14 ساعة. استغرق النزول لوحده أكثر من 4 ساعات، وبمجرد وصولهم إلى القاع أتيحت لهم فرصة مشاهدة عدد من أكثر المخلوقات غرابة وفرادة في كوكبنا قبل أن يعودوا أدراجهم صعودا إلى السطح خلال 4 ساعات أخرى. عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي سارة، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد. يرافقك أصدقائك وأفراد عائلتك. الكعكة مثالية، وهناك بعض الهدايا. يهديك حبيبك علبة ملفوفة بشريطة، أتمنى أن تكون أدوات مكياج. تفتحين الهدية في ثانية وتجدين مكعبا صغير متعدد الألوان. انتظري، إنه مكعب روبيك ويبدو غريبا للغاية. تغضبين من حبيبك كثيرا. كان يمكن أن يهديك وشاحا أو بعض الحلي أو حتى علبة من الشوكولاتة المفضلة لديك، لكنه اختار مكعب روبيك. هل يمزح أم ماذا؟ لا يلاحظ حبيبك خيبة أملك ويشرح لك أن المكعب قياس 1 في 1، والمضحك بشأنه إنه محلول دائما. يبدو بسيطا للغاية وواضحا، لكن يقول العديد من محبي المكعبات إنه الأصعب في حله. حين يغادر الضيوف تشاهدين الهدايا مجددا. لقد وضعت المكعب جانبا لكنه يقع على الأرض. تقررين أن هذه إشارة لمنحه فرصة وتقرأين بعض المعلومات عن هديتك. تجدين أنه يمكنك صنع مثل هذا المكعب من مكعب الزاوية في مكعب روبيك عادي قياس 3 في 3، أو يمكنك شراؤه جاهزا. تقول بعض المنتديات الإلكترونية لمحبي المكعبات إن هذه هي الخطوة الأولى لحله. أما الثانية فهي إحضار المكعب إلى المنزل. وها أنت ذا، لقد حللت المكعب قياس 1 في 1. لكن أيمكن حقا أن يكون بتلك البساطة؟ اخترع مكعب روبيك هذا قياس 1 في 1 أو 1 في 1 في 1 في أواخر العقد الأول من القرن 19 قبل اختراع مكعب روبيك الأصلي. يقول البعض إن مخترع المكعب المشهور قياس 3 في 3 قد سرق فكرته، لكنه أنكر ذلك. اللغز له 6 أوجه متماثلة بألوان مختلفة وآلية كانت فريدة في عصره. لا يمكنك حله بإدارة أوجهه، بل عليك إدارة المكعب بأكمله لحله. تتفحصين المكعب بإمعان. هل يمكنك حتى خلطه؟ يبدو أمر مستحيلاً. ومع أنه يبدو دائما محلولا، هل يعني هذا أنه لا يمكنك حله؟ يدعي العديد من محبي المكعبات أن بإمكانك ذلك. الوقت القياسي العالمي غير الرسمي الحالي لحله هو 8 دقائق و59 ثانية. أسرع وقت حالي لمكعب روبيك قياس 3 في 3 هو 3.47 ثانية، وهو دليل آخر على أن حل المكعب قياس 1 في 1 ليس بتلك السهولة. فتقررين البحث عن خوارزمية لحله وتختبرينها على المكعب. إليك خوارزمية المكعب قياس 1 في 1. أديري الوجه العلوي إلى الأمام بإدارة المكعب بأكمله. أديري الوجه العلوي إلى الخلف بإدارة المكعب بأكمله. أديري الوجه الأيمن إلى الأمام. أديري الوجه الأيسر إلى الأمام. أديري الوجه الأمامي إلى اليمين. أديري الوجه الأمامي إلى اليسار. والآن تحتاجين إلى التمرن على تدوير المكعب. عليك إمساكه بيد واحدة وإدارته بمعصم يدك الأخرى. الأمر ليس سهلا وأنت مبتدئة، لكنك ستنجحين. فور تدويره عليك وضع اليد الفارغة عليه مجددا وامسكيه باليد الأخرى. لقد تدربت كفاية وتشعرين أنك مستعدة للخوارزميات التالية. وإليك الطريقة. أديري الوجه العلوي إلى الخلف. أديري الوجه الأيمن إلى الأمام. أديريه مرتين. أديري الوجه الأيمن إلى اليسار. أديري الوجه الأمامي إلى اليمين. أداؤك رائع، استمري. أديري الوجه العلوي إلى الخلف، سيدور المكعب بأكمله. أديري الوجه الأيمن إلى الأمام. حرك الوجه الأيسر إلى الأمام، رائع. والآن عليك إدارة الوجه الأيمن إلى الأمام 3 مرات. أديري المكعب بأكمله بإدارة الوجه العلوي إلى الخلف. أديري الوجه الأمامي إلى اليمين. أديري الوجه الأيمن إلى الأمام. أديري المكعب بأكمله بإدارة الوجه العلوي إلى الخلف. حرك الوجه الأيسر إلى الأمام. كدنا ننتهي. حرك الوجه الأمامي إلى اليمين.
حركي الوجه الأمامي إلى اليسار. لقد تأكدت أنك محترفة الآن وتعثرين على خوارزمية أخرى تتطلب منك تفكيراً إبداعياً. الخطوة الأولى هي نزع كل الملصقات الملونة من على المكعب قياس 1:1، ثم تلوين الأوجه الفارغة بأي طلاء تحبين. ينصح على الإنترنت باختيار ألوان زيتية، لكن تذكري أنها تستغرق وقتا لتجف. والخطوة الثالثة هي وضع النتيجة على وسائل التواصل الاجتماعي. حسنا، كان ذلك ممتعا، لكنك اكتفيت من المرح اليوم، حان وقت النوم. تنامين سريعا وتجدين نفسك في عالم مكعبات الروبيك، ولا يمكنك الخروج إلا إن حللت كل المكعبات المختلفة التي تعيش هناك. المكعب الأول الذي يقابلك في طريقك هو مكعب السودوكو. إنه يمثل تحد صعب لأنه يجمع بين لغزين في واحد، له 6 أوجه وعلى كل واحد منها 9 أرقام، لذا عليه إجمالي 54 رقما مكونة من 6 مجموعات من 1 إلى 9. هدفك أن يكون على كل وجه الأرقام كلها من 1 إلى 9 بأي ترتيب، وما يصلح لأحد مكعبات السودوكو قد لا يصلح لغيره. لا تتمكنين من حله وحدك، لذا تطلبين بعض المساعدة. يشرح لك مكعب السودوكو أن السر لحله يكمن في إتقان طرق حل مكعب الروبيك وحل السودوكو. يقول إنه سيساعدك أيضاً في رسم خريطة ثنائية الأبعاد لكل الأرقام على كل وجه على ورقة. بهذه الطريقة يمكنك بسهولة معرفة ترتيب الأرقام. لا يمكنك تحريك الأرقام الموجودة في المنتصف في المكعب قياس 3:3. عليك إدارة ولف طبقات المكعب لمعرفة موقع أرقام الزوايا. ستساعدك أرقام الوجه الموجود في المنتصف. عليك التركيز على وضع الأرقام على وجه واحد، وسيكون الباقي في مكانه بسهولة. بعد بضع مئات من اللف والتدوير تتمكنين من الوصول إلى الترتيب الصحيح. يدعك مكعب السودوكو تتقدمين أكثر. مكعبك التالي هو مكعب بنتاماكس. هذا الوحش هو في الغالب أصعب مكعب روبيك. يتكون من 975 جزءا منفصلا، ويحتوي على أكثر من 1200 ملصق، ويستغرق 75 ساعة، وغالبا ستستغرقين وقتا أكثر في حله، لذا تقررين الهرب منه. لكنك تصطدمين بنفسك، إنه مكعب المرايا بكل روعته. لا يحتوي على أي ملصقات ملونة، ويتكون من قطع مختلفة الأشكال والأحجام. يمكنك حله بطريقة حل المكعب العادي قياس 3:3. لذا عليك تذكر الأساسيات التي تعلمتها منذ وقت طويل، تبدأين في حله. وبعد ساعتين يمل المكعب منك ويدعك تمرين إلى المكعب التالي. هذا المكعب مختلف، مكعب ماستر مورفيكس مثلث الشكل، ويمكن أن يكون بلون واحد أو 4 ألوان. له 4 أوجه مثلثة الشكل مع قطعة مركزية في كل منها. يمكن إدارة كل قطعة مركزية بزاوية 180 درجة. ترتبكين للغاية من هذا المكعب، لكن يخبرك المكعب أن الأمر قد يكون أسوأ. كلما ازدادت طبقات مكعب ماستر مورفيكس يصبح أكثر صعوبة. يبدو اللغز التالي كمكعب قياس 3:3 عادي، لكن أيمكن حقا أن يكون بهذه السهولة؟ فتمسكين به وتبدأين في حله. يا إلهي، ماذا حدث للتو؟ لقد تحول فجأة إلى شكل نجمة. هذا المكعب له جوانب قابلة للطي والعديد من الطبقات الخفية. لست مضطرة إلى إرهاق عقلك أو استخدام أي خوارزميات لحله. عليك فقط أن تكوني مبدعة وتحوليه إلى أشكال هندسية مختلفة. واو، يا له من لون جميل. لذا يمكن أن يكون في شكل نجمة أو نجمتين أو مستطيل أو مستطيلين. يمكنك وضع القطع معا أو فصلها. تركزين في الأمر كثيرا حتى تنسين كل شيء آخر، ثم فجأة تسمعين صوتا مألوفا. إنه منبهك. لقد تمكنت من الهرب من عالم مكعبات الروبيك، لكنك تفتقدينه الآن. لذا تتصفحين الإنترنت وتكتبين أغرب مكعبات الروبيك. وبعد 10 دقائق يصلك تأكيد طلبك لأحد 11 مكعبا جديدا. ما كان في البداية هدية عيد ميلاد سيئة أصبح هوايتك الجديدة. حسنا، ما رأيك في هذا؟
ينسل شعاع ضوء كهربائي ليخترق الظلام الذي يعم مياه المحيط الأطلسي الهادئة، وتشق تايتانيك طريقها بهدوء عبر الأمواج وركابها نيام. وفجأة يكشف شعاع الضوء عن شبح أبيض عملاق، الجبل الجليدي المشؤوم على وشك تحطيم جانب سفينة الأسطورية. 14 من أبريل 1912، يومان فقط قبل التقاط أحدهم صورة جبل جليدي عملاق بيضاوي الشكل على نحو غير عادي، تبين أن هذا الجبل الجليدي تشكل على الأرجح من الثلوج المتراكمة منذ حوالي 100,000 عام. استخدم الباحثون نموذجا حاسوبيا لاكتشاف أصله، فقاموا بتوظيف بيانات من عام 1912 وأضافوا إليها بعض المعلومات الجديدة عن الرياح وتيارات المحيط، وتوصلوا إلى أن الجبل الجليدي ربما كان جزءا من مجموعة صغيرة من الأنهار الجليدية جنوب غرب غرينلاند. أصبح بإمكاننا هذه الأيام حساب مسارات تلك الجبال الجليدية في أي وقت من الماضي، وقد تبين أن الكتلة الجليدية المشؤومة كانت في طريقها من غرينلاند إلى منطقة ما جنوب كورنويل. لو أن سفينة مرت من نفس المنطقة بعد يومين فقط، لكان الجبل الجليدي قد ابتعد بكثير عن موقع الحادثة المروعة. يعتقد أن وزن هذا الجبل الجليدي الأشهر في العالم 75 مليون طن، لكنه بدأ يذوب ببطء بمرور الوقت، حتى أصبح وزنه حوالي 1,500,000 طن فقط يوم الحادثة. كان الجبل الجليدي قد فقد معظم كتلته بالفعل، ومع ذلك كان ضخما وفتاكا. عندما غرق تايتانيك كان ارتفاعه 120 مترا، يظهر منها أكثر من 30 مترا فوق سطح الماء. هناك من يعتقد أن ظاهرة القمر العملاق هي سبب غرق تايتانيك. شهدت تلك الليلة حدثا قمريا نادرا لم يحدث منذ 1400 عاما. حينها في الظروف العادية لم يكن الجبل الجليدي لينتقل إلى الجنوب كل هذه المسافة دون أن يذوب ويفقد جزءا هائلا من كتلته، لكن ربما تسبب القمر العملاق في حدوث تيار مد مرتفع غير عادي سحب الجبل الجليدي بعيدا عن النهر الجليدي بوتيرة أسرع من المعتاد. يوجد نوع معين من البكتيريا تتغذى ببطء على بقايا سفينة تايتانيك، وربما سيختفي الحطام بالكامل في وقت ما بسبب تأثير الأملاح وتيارات المحيط ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض، بالإضافة إلى تلك الكائنات الدقيقة الآكلة للصدأ. كانت الممثلة الأمريكية دورثي جيبسون على متن سفينة تايتانيك وقد نجت من الحادث. عندما وصلت إلى نيويورك بدأت مباشرة تصوير فيلم بعنوان ناجية من تايتانيك. عرض الفيلم بعد شهر واحد فقط من غرق سفينة، وفي الفيلم ظهرت الممثلة بنفس الحذاء والملابس التي كانت ترتديها يوم الكارثة. حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، لكن نسخته الوحيدة المعروفة تعرضت للتلف جراء حريق. قبل 14 سنة من غرق سفينة تايتانيك نشرت رواية قصيرة بعنوان عبث فوتاليتي، بدت أنها تنبأت بالحادثة بحذافيرها. تدور أحداث رواية حول سفينة خيالية اسمها تايتان تغرق خلال رحلتها. كانت سفينة تايتان بنفس حجم تايتانيك تقريبا، وكلتاهما غرقتا في شهر أبريل، وكان سبب غرق تايتان اصطدامها بجبل جليدي أيضا. والمفارقة أن السفينتين الحقيقية والخيالية وصفتا بأنهما غير قابلتين للغرق، وكلتاهما كانتا مجهزتين بالعدد القانوني من قوارب الإنقاذ التي تبين لاحقا أن عددها لم يكن كافيا على الإطلاق. كلنا شاهدنا الفيلم، لكن هل تعلم أن سفينة تايتانيك شهدت بالفعل عددا من قصص الحب الواقعية؟ كان على متن رحلة تايتانيك 13 زوجا وزوجة في شهر العسل، نذكر من بينهم مالكي متجر مايسي في نيويورك. عندما بدا غرق تايتانيك أمرا محتوما، رفضت الزوجة ركوب قارب نجاة بدون زوجها الذي رفض ليفسح المجال للنساء والأطفال أولا. عندئذ أعطت الزوجة معطفها لخادمتها وأصرت على أن تركب قارب النجاة وحرصت على أن تشعر بالدفء، أما هي ففضلت أن تلازم زوجها حتى النهاية. يعتقد البعض أن تايتانيك غرقت بسبب مومياء وليس الجبل الجليدي. بدأ الأمر قبل 1000 عام من الميلاد تقريبا بامرأة غامضة تعيش في مصر في مدينة طيبة. لم يعرف الناس عنها شيئا، لكنهم لقبوها بالكاهنة. وضعت مومياؤها في تابوت خشبي وأغلق بغطاء كبير يحمل صورة وجهها مع بعض النقوش الغامضة. ظل المكان مخفيا حتى النصف الأول من القرن 19، عندما وصلت مجموعة من السكان المحليين إلى المكان بالمصادفة، ويبدو أنهم أزعجوا الكاهنة.
لا أحد يعرف كيف حدث ذلك، لكن المومياء اختفت في ذلك اليوم دون أثر. وبعد عقود سافر مجموعة من الأصدقاء الأثرياء من إنجلترا إلى مصر وعثروا على التابوت الذي يحمل صورة الكاهنة فارغا، وبدأ أن عينيها الداكنتين في الصورة تنظران إلى الفراغ. قرر أحد أفراد المجموعة شراء التابوت، إلا أنه اختفى في نفس الليلة قبل أن يحصل عليه، كما أن كل الأصحاب تعرضوا لبعض الحوادث. انتقل التابوت من مكان إلى آخر بضع مرات حتى انتهى به المطاف، كما يعتقد البعض على متن تايتانيك. استغرق الأمر أكثر من 70 عاما حتى يعثر روبوت غواصة على حطام السفينة الأسطورية. يرقد الحطام على عمق يصل إلى 4000 متر في قاع المحيط الأطلسي منقسما إلى نصفين، لكن لماذا تحطم هيكل السفينة إلى نصفين؟ لا أحد يعرف بالضبط. يعتقد البعض أن سبب حدوث ذلك هو دخول المياه إلى السفينة عند اصطدامها بالجبل الجليدي. كان الضغط قويا وهائلا لدرجة فصلت هيكل السفينة إلى جزئين، بدءا من هيكلها السفلي. ويقول آخرون إن السبب يرجع إلى مسامير تثبيت هيكل السفينة، لأنها كانت تحتوي على تركيز عال من المخلفات أو الأشابات، وهو ما قد يتسبب في تشقق المعادن. بشكل عام كانت في السفينة العديد من العيوب بدءا من تصميمها. لم تكن حواجز المياه محكمة الغلق، مما سمح بتدفق المياه بين أقسام السفينة وغرقها في نهاية المطاف. كما تعرضت مسامير تثبيت هيكل السفينة المعدنية وهيكلها الفولاذي نفسه للتلف بسبب تركيزات الكبريت العالية ودرجات الحرارة المنخفضة وسرعة السفينة العالية. تحطم الفولاذ وخرجت مسامير التثبيت من مكانها بسهولة، ولهذا السبب كانت وتيرة غرق تايتانيك أسرع ب 24 مرة من الزمن المتوقع لغرق سفينة مماثلة. لو أن الاصطدام بالجبل الجليدي وقع بمقدمة سفينة بدلا من الجانب لربما لم تغرق من الأساس. كيف يعقل أن أفراد طاقم السفينة لم يستعينوا بالنواظير المكبرة؟ بالتأكيد كانت ستساعدهم في رصد الجبل الجليدي مبكرا، وربما كانوا سيتمكنون من تجنب الكارثة. في الواقع كانت النواظير على متن تايتانيك محفوظة في خزانة مقفلة لا يحمل مفاتيحها إلا فرد واحد، ومن قبيل المصادفة نقل ذلك الفرد من السفينة قبل إبحارها مباشرة، وقال لاحقا إنه نسي تسليم المفاتيح لشخص آخر. لكن حتى بدون هذه النواظير كان من الممكن أن يتاح للقبطان كل الوقت اللازم لتغيير مسارها وتجنب التصادم لو تم تنبيهه. لكن المصيبة العظمى أن هناك من حذره بالفعل. قبل ساعة تقريبا من وقوع الحادث أرسلت سفينة SS كاليفورنيان القريبة نسبيا من موقع تايتانيك إشارة تحذير تطلب من القبطان التوقف بسبب وجود كتل جليدية كثيفة، لكن لم تصل إشارة التحذير إلى قبطان تايتانيك، وذلك لأن عامل الراديو لم يعتقد أنها إشارة طارئة وفقا لأحد الخبراء. ولاحقا قال طاقم سفينة SS كاليفورنيان إنهم لم يتلقوا إشارات الاستغاثة من سفينة تايتانيك لأن عامل الراديو لم يكن مداوما. يقول البعض إن أفراد طاقم سفينة تايتانيك لم يرصدوا الجبل الجليدي في الوقت المناسب بسبب نوع من الخداع البصري. ربما تسببت الظروف المناخية في تلك الليلة في حدوث ظاهرة الانكسار الفائق جعلت الجبل الجليدي غير مرئي. وتدعم هذه النظرية حقيقة عدم رؤية أحد للجبل الجليدي حتى أصبح قريبا جدا من السفينة لدرجة يستحيل معها تفادي التصادم. مرت أقل من دقيقة بين لحظة رؤية الجبل الجليدي ولحظة التصادم. لم يكن أمام أفراد الطاقم سوى 37 ثانية فقط للمناورة، وقد استغرقت سفينة تايتانيك 2:40 حتى تختفي تحت أمواج المحيط. بينما أنت مستلق على العشب تنظر إلى السماء الزرقاء وتستمتع بأصوات الطيور المغردة وبأشعة الشمس الدافية، وترى في السماء غيوما بأشكال مختلفة، وفجأة تسمع صوت دوي قادم من بعيد. تنهض فورا فترى أمامك سحابة كثيفة عملاقة، لكن ما يخيفك ليس حجم السحابة بل شكلها. إنها بشكل جمجمة. لا تقلق، هذا لا ينبئ بحدوث شيء سيء. عموما ليست سحابة حتى. قبل بضع سنوات تكونت جمجمة من الدخان الكثيف فوق جبل فيزوف في إيطاليا. إنه البركان ذاته الذي مسح مدينة بومباي القديمة من على وجه الأرض. بالطبع خاف الكثيرون من ثوران البركان مرة أخرى، لكن لحسن الحظ لا يزال البركان خامدا. ظهرت تلك الجمجمة الشهيرة عند اندلاع حريق في مكان قريب، لكن لم يكن السكان المحليون موقنين من السبب. ظن البعض أن الحريق والجمجمة متعمدان،
وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع حريق كهذا. سننتقل إلى سنتراليا في ولاية بنسلفانيا. أين السكان؟ حسناً، انظر جيداً، يبدو المكان مخيفاً. أشجار عارية، لا حيوانات ولا بشر أيضاً. جميع المباني خالية من السكان، وكل الطرقات متصدعة ومليئة بالحصى. يبدو أن السيارات لا تمر من هنا، والدخان الكثيف في كل مكان. تحترق هذه البلدة منذ أكثر من 50 عاماً. اشتهرت سنتراليا في الماضي بمناجمها الكثيرة، ومن بين هذه المناجم منجم استخدمه السكان المحليون كمدفن للنفايات. ثم أفاد البعض بأن المدينة قررت التخلص من النفايات بالطريقة المعتادة بحرقها. فشلت تلك الخطة فشلاً ذريعاً. لنرى الخطأ الذي حدث. توغلت النيران إلى أعماق المنجم وأشعلت الفحم الذي كان لا يزال موجوداً هناك، وظل مشتعلاً حتى يومنا هذا. لاحقاً ارتفع مستوى ثاني أكسيد الكربون، مما اضطرهم إلى إغلاق المناجم الأخرى المجاورة للحفاظ على سلامة العاملين. ولم يستطع أحد إخماد الحريق، وانتشرت ألسنة اللهب في أعماق الأرض، مما أدى إلى ارتفاع حرارة الطرقات، وأصبحت التربة حامضية، وامتلأت الشوارع ببطء بالدخان والضباب. وفي عام 2017 لم يقطن البلدة سوى 5 أشخاص فقط. أهلا بك في بحيرة إبراهام في كندا. هذه البحيرة متجمدة كليا، وبينما تسير فوق الجليد الشفاف تنظر للأسفل للتحقق مما تحتك، فلا ترى أي نوع من الأسماك. ليست هناك سوى فقاعات متجمدة غامضة، وكأنها غيوم صغيرة متجمدة في الجليد، أو قناديل بحر نسيت أن ترتدي معاطفها الشتوية. توجد آلاف من هذه الفقاعات الصغيرة من غاز الميثان، لكن إياك أن تحاول حفر الجليد للمسها، فالميثان سريع الاشتعال. تكونه بكتيريا إنتاج الميثان التي تلتهم الأوراق أو العشب أو الحشرات أو أي مادة عضوية أخرى تدخل البحيرة. وعند ملامسة الميثان للماء المتجمد يتحول الغاز إلى عشرات الآلاف من الكرات الصغيرة المتجمدة التي تنفجر وتصدر أزيزاً عند ذوبان الجليد. يمكنك العثور على بحيرات أخرى مماثلة قرب بعض شواطئ المحيط المتجمد الشمالي، وقد يصل حجم الفقاعات إلى أضعاف حجم بالونات الهواء الساخن. إنها جميلة بالطبع، لكنها غير آمنة. تقع البحيرة المخيفة التالية في إندونيسيا، في جزيرة جاوا. يوجد هنا بركان ضخم مغطى بالأعشاب والأشجار. يبدو البركان خامداً، لكن الدخان يتصاعد منه، ثم تصعد إلى قمته مرهقاً ومتعرقاً، وتستعد لأخذ راحة. لقد وصلت إلى القمة، تنظر إلى فوهة البركان. ليست الحمام تغلي. لا ترى سوى بحيرة فيروزية جميلة ساطعة، وكأنها واحة. إنه الوقت الأمثل للسباحة. تنزل إلى الأسفل وتوشك على القفز في البركة، إلا أنك تلاحظ أنها ليست ماءً بل حمضاً. لقد وصلت الغازات الكبريتية إلى البحيرة من تحت البركان. البحيرة نفسها مليئة بالمعادن التي عندما تلامس الغازات تكون المياه الفيروزية الجميلة أو الحمض. من الأفضل العودة إلى أقرب قرية والاستراحة، والعودة ليلاً عندما يكون الجو أكثر برودة. في الظلام تبدو البحيرة وكأنها متوهجة، وترى فوقها غيوماً صغيرة متفجرة ومضيئة. تتصاعد الغازات الكبريتية من البحيرة وتتحد مع الهواء وتومض باللون الأزرق الساطع، لكن مع ذلك تجنب الاقتراب منها. في السماء وتحت الأرض وفي البراكين والبحيرات، حان الوقت للذهاب إلى البحر. يمكنك ركوب اليخت والإبحار به، والوجهة غير مهمة هنا، فهذه الظاهرة تحدث في جميع أنحاء العالم. البحر صاف وهادئ، ولا رياح تحرك الأشرعة. يسود الهدوء في المكان، لكن ما هذا؟ تسمع فجأة صوت ضجيج صاخب، وبعد بضع ثوان ترتفع موجة ضخمة من البحر الهادئ. إنها أطول بكثير من الصاري وتضرب اليخت. يتمكن اليخت من الحفاظ على ثباته وتختفي الموجة الضخمة. لقد نجوت للتو من هجوم لموجة مارقة. يعتقد بعض العلماء أن سبب تكون هذه الموجات
هو تصادم تيار البحر السطحي برياح عكسية قوية، ويقول آخرون أنها تنتج عند تصادم التيارات الدافئة والباردة ببعضها البعض. وهناك نظرية أخرى تقول أنها ناجمة عن التدخل الموجي، حيث تتعاون الموجات الصغيرة لتشكل موجة واحدة ضخمة. وفي ظل ظروف معينة تحصل الأمواج على قوة خارقة. من بين كل الأمواج في المنطقة هناك موجات تمتص الطاقة من كل الموجات الأخرى، وعندما تصبح هذه الموجة ممتلئة لأقصى حد تبصق كل شيء. ربما هذا ما يجعل الموجة قوية جدا، لكنها لا تدوم سوى لبضع لحظات. ماذا عن الغيوم؟ هل هي مخيفة؟ حسنا، قد تكون كذلك إن كانت رعدية ضخمة بلون رمادي وأسود وحجبت أشعة الشمس والقمر والنجوم. بينما كنت مسترخيا في حديقة منزلك رأيت سحابة رعدية، ثم تبعتها عواصف رعدية وبرد وفيضانات وأعاصير أيضا. من السهل التعرف على هذا النوع من الغيوم بفضل مظهرها المخيف. إنها سميكة وثقيلة وداكنة، وقد تضيء من الداخل نتيجة البرق. يا لها من سحابة مخيفة. لكن قبل الهرب إلى داخل المنزل لنلقي معا نظرة على طريقة تكونها. تشبه الغيوم بشكل عام قطار الملاهي. تخيل أنك قطرة ماء صغيرة تتسكع برفقة أصدقائك في المحيط في طابور انتظار جولة جديدة في القطار. ثم يحين الوقت، تضع الحزام ويبدأ القطار بالارتفاع إلى الأعلى، ومن هناك يمكنك رؤية كل أصدقائك في الأسفل. إنهم صغار جدا. تواصل الصعود إلى الأعلى في انتظار الهبوط مرة أخرى، لكن يا إلهي لم يحدث شيء. أنت الآن في مكان شديد الارتفاع داخل السحب. المكان ليس مخيفا، وترى من حولك الكثير من أصدقائك. ثم يصبح الجو باردا، وعندما تنظر من حولك ترى أن الجميع يتحولون إلى بلورات ثلجية جميلة، وأنت من بينهم. أصبحت السحابة مليئة ولم تعد تتسع لأي قطرات أخرى، لكن المكان ممتع وهادئ. ثم تسقط سقوطا حرا ببطء في البداية، ثم تصبح أسرع وأسرع، ويسقط معك الآلاف من أصدقائك من قطرات الماء. بعضهم خائف والبعض مستمتع ويلوحون بأيديهم في الهواء. هذا رائع. وتصل الأرض. هذا مخيف. أنا أحب جولات البرق أكثر. لذا تضع حزامك وتركب لتلعب تصادم السيارات في الغيوم. كلما اصطدمت بقطرة ماء ازداد البرق الذي تصنعه. لا يحدث كل البرق داخل السحب. هناك ظاهرة نادرة تسمى العاصفة الرعدية القذرة، والتي تتكون عند حدوث البرق فوق أحد البراكين، وتحدث أشهر هذه العواصف في اليابان. يثور هذا البركان كل يوم تقريبا، ويبصق السحب السوداء عاليا في الهواء، لذا فهي في الأساس غيوم بركانية مخيفة. أضف إليها البرق. يحدث البرق باستمرار أثناء العاصفة عندما تتصادم بلورات الجليد ببعضها البعض. وفي العاصفة الرعدية القذرة تتصادم أجزاء من الرماد البركاني وتحدث احتكاكا لتشعل السماء. حسناً، من الأفضل إنهاء الرحلة بشيء آمن وجميل. لن نتحدث عن ألعاب البرق. أنت الآن في صحراء أتاكما في الجزء الشمالي من تشيلي. إنها واحدة من أكثر الأماكن جفافاً على سطح الأرض، لكن في هذه الصحراء سر جميل. تظهر في هذا المكان الأزهار الجميلة من العدم كل 3 إلى 5 سنوات. إنها مشهورة جداً، ويسمى المكان بفضلها بالصحراء المزهرة. تحتوي التربة على البذور التي تنتظر هطول المطر، وعند هطول ما يكفي منه ينبت في هذه الصحراء حوالي 200 نوع من الأزهار لتزين رمال أتاكما الصفراء باللون الأرجواني والأبيض والأخضر والوردي.